السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنحل شيت نمبر 9. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله. يلا بسم الله. complete the following. معايا 2 and 2 over 3 minus 1 and 1 over 8. الكلام ده equals ايه؟ اول حاجة عينك هتبص فين؟ هبص على الدينومينيترز بتوعي، عندي 3 وعندي 8، مش هينفع اشتغل مسألة السبتراكت بتاعتي كده. طيب فكر كده، هو ال LCM للدينومينيترز اللي قدامك لل 3 ولل 8 هو ايه؟ بصوا كده، ال 3 ده برايم نمبر وال 8 ده مش ملتبل لل 3. خد بالك كده من انا بربطها لك ازاي. ال 3 اللي قدامك ده برايم نمبرز وال 8 مش ملتبل للثري. مش ملتبل للثري يعني مش بيقبل الاسم على ثري. معنى كده ان ال LCM بتاعك على طول كده هتاخد الثري ملتبلايد باي 8 ايكوالز 24. هبدا اظبط ميكسد نمبرز جديده دلوقتي بدينومينيتور 24. تمام، التو نزلت تو اهو، والثري هتبقى 24. الثري يحصل لها ايه عشان تبقى 24 ملتبلايد باي 8؟ اطلع على التو، 2 by 8 equals 16 minus ال 1 هتنزل زي ما هي اهي، وشد اللاين بتاعك وحطلي في الدينومينيتور بتاعك 24. ال 8 بقت 24، حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 3. اطلع على ال 1، 1 multiply by 3 equals 3، وبعد كده equal. تمام، fraction minus fraction، وبعد كده whole minus whole. ادي اسهل طريقة تشتغل بيها سبتراكت لميكسد نمبرز، فراكشن ماينس فراكشن. بس المهم ان عينك لما تيجي تبص على الفراكشن الاولانيه دي تبقى اكبر من الفراكشن اللي انت هتعمل منها سبتراكت. اوكي، يعني الفراكشن الاولانيه لازم تبقى اكبر من الفراكشن الثانيه. 16 اوفر 24 اكبر من 3 اوفر 24. تمام، لانها لو اصغر هتضطر تروح تعمل ريجروب. متفقين؟ يلا نزل لي ال 24 في الدينومينيتور كده، وبعد كده معاك 16 ماينس 3 يبقى معايا 13 اهوت. روح للهول نمبرز، 2 ماينس 1 ايكوالز 1، يبقى الناتج اللي انا كنت بدور عليه 1 اند 13 اوفر 24. متفقين؟ طب السؤال اللي بعده، معايا 1 اند 1 اوفر 8 ملتبلايد باي 2 اند 2 اوفر 3. اسهل حاجه حول لي الميكسد نمبر اللي قدامك ده الامبروبر فراكشن، وبعد كده نبدا نعمل ملتبلاي. ولو تقدر تعمل سمبلفاي قبل ما تعمل الملتبلاي هنعمله. متفقين؟ طيب يلا نبدا الاول نحول من ميكسد لامبروبر. ال1 هننزل نعمل لها ملتبلاي في ال8، 1 ملتبلاي باي 8 ايكوالز 8 بلس ال1 اللي فوق، يبقى انا عندي 9 اوفر، وخد الدينومينيتور ده اكتبه هنا 9 over 8 multiplied by 2 multiplied by 3 equals 6. 6 plus 2 يعني 8 over، وخد الدينومينيتور نزله 8 over 3. متفقين؟ ها، شايف اي common factor between النيوميريتور والدينومينيتور تقدر تعمل simplify؟ ايوه يا ميس، عندي 8 في النيوميريتور وعندي 8 في الدينومينيتور، هعمل divided by 8. 8 divided by 8 equals 1 و 8 divided by 8 equals 1. عندي 9 وعندي 3 بينهم common factor ايه؟ 3. يلا 3 divided by 3 equals 1 و 9 divided by 3 equals 3. الكلام ده equals، بص كده 3 multiplied by 1 equals 3، 1 multiplied by 1 equals 1. محتاج تحطلي 1 في الدينومينيتور ولا 3 over 1 هي هي 3؟ خلاص مش محتاج، 3 over 1 هي هي 3، يبقى مش هحط ال 1 في الدينومينيتور. طيب بعد كده معايا 1 and 1 over 8 بلس 2 اند 2 اوفر 3. بص كده انا عندي ميكسد نمبرز الدينومينيتور بتاعهم ايه؟ 8 و 3 انلايك دينومينيتور. خد بالك لسه عاملين ايه؟ 3 وال 8. لما جينا نظبطها قلنا ان ال LCM بتاعي هيبقى 24. هبدا اظبط الميكسد نمبرز اللي قدامي دول وهخلي الدينومينيتور دلوقتي 24. ال 1 هتنزل اهو، وادي اللاين بتاعي، وال 8 هتبقى 24. حصل لها ايه؟ حصل لها ملتبلاي باي 3. اطلع على ال 1، ملتبلاي باي 3 ب 3 بلس ال 2 بتاعت الهول نمبر دي هتنزل بالمنظر ده، وهحط تحت 24. ال 3 بقت 24، حصل لها ايه؟ حصل لها ملتبلاي باي 8. اطلع على ال 2، 2 ملتبلايد باي 8 يعني 16، وادي ايكوال. تمام،
fraction plus fraction. طيب يبقى 24 نزلت في الدينومينيتور اهو. 3 plus 16 يعني عندي 19. whole plus whole 1 plus 2 equals 3. يبقى الناتج بتاعي اللي انا بدور عليه 3 and 19 over 24 زي ما انت ايه شايف. بعد كده معايا 1 and 1 over 8 multiplied by 2 equals ايه. شايف الميكسد نمبر ده؟ ايوه، هحوله من ميكسد لامبروبر. 1 multiplied by 8 انا مش محتاجه انزل واقول لك اكتب لي multiply وانت طالع اعمل لي بلس. خلاص بقى احنا بنعرف نحسبها دلوقتي. 1 multiplied by 8 equals 8 plus 1 يبقى انا عندي 9 over، هاخد الدينومينيتور اكتبه 9 over 8. الكلام ده multiplied by 2 equal. تمام؟ تقدر تعمل simplify وهي في مكانها اقدر. عندي 2 عندي 8 بينهم common factor 2. 2 divided by 2 equals 1 و 8 divided by 2 equals 4. تمام؟ يبقى الكلام ده equals، بص كده 9 by 1 ب 9 over والفور هتنزل. ما تسيبها ليش بقى improper fraction بالمنظر ده. انت وصلت للناتج، لو سمحت حول هولي من improper لميكسد. بص كده الكلام ده equals 9 divided by 4. 9 مش هتنفع يا ميس divided by 4. طب خد ال 8. 8 divided by 4 equals 2 ومعايا remainder 1 من ال 9 هكتبه over ال 4 بالمنظر ده. يبقى طلع لي 2 and 1 over 4. متفقين؟ بعد كده معايا 2 and 3 over 8 minus 1 and 5 over 8. بص كده انا عندي like denominator اهم 8 و8، ولكن لما هتيجي تشتغل fraction minus fraction 3 over 8 minus 5 over 8 مش هينفع. 3 over 8 اصغر من 5 over 8. يبقى انت محتاج تظبط المسألة بتاعتك، محتاج تعمل regroup، محتاج تعمل regroup. تمام؟ طيب هبدأ افكر ان 2 دي، بص كده ركز، 1 plus 1. 2 يعني 1 plus ايه؟ 1. متفقين؟ 1 منهم هكتبه في الهول نمبر بتاعي، اما ال 1 التاني ده هفكر فيه ان هو 8 over 8. ال 1 التاني ده يعني 8 over ايه؟ 8. هتاخد ال 8 over 8 وتجمعها على 3 over 8. 8 over 8 plus 3 over 8 هيدي لك ايه؟ يميس ال 8 هتنزل في الدينومينيتور، و 8 plus 3 يعني 11. يبقى انا لما عملت regroup ل 2 and 3 over 8 اديتني 1 and 11 over 8. كمل لي السؤال. الكلام ده minus 1 and 5 over 8 ويجي equal fraction minus fraction. بص كده 11 over 8 minus 5 over 8 هينفع، ما هو ال 11 over 8 اكبر من ال 5 over 8. صح كده؟ ال 8 نزلت اهي في الدينومينيتور. 11 minus 5 يعني 6. 1 minus 1 خلاص 0 مش محتاجة اكتبها. طب 6 over 8 اسيبها له كده؟ لا، انت جدع وفاهم، هعمل لها simplify. لما اوصل للناتج بتاعي المفروض ان انا اكتبه له في simplest form بتاعه. 6 over 8 ال 6 وال 8 بينهم common factor 2. بينهم common factor 2. يبقى انا هبدأ اعمل divided by 2 للnumerator والdenominator. الكلام ده equal. بص كده 8 divided by 2 equals 4 و 6 divided by 2 equals 3. يبقى الناتج اللي أنا عمال أدور عليه هو 3 over 4 في السمبلست فورم بتاعتي. متفقين؟ طيب بعد كده معايا 3 and 1 over 2 plus 2 and 1 over 4 والكلام ده equals إيه؟ لما تيجي تبص على الميكسد نمبرز اللي قدامك هتلاقي الدينومينيتورز بتاعتك فيها 2 4. ال 4 multiple لمين؟ لل 2. ال 4 multiple لل 2 يعني divisible by 2. multiple يعني بيقبل القسمة على 2. هبدأ أزبط الميكسد نمبر الأولاني دوت وهخلي الدينومينيتور بتاعه 4. بص كده الثري دي هو اللي نزلت اهو، أما التو هتبقى 4. حصل لها إيه؟ حصل لها ملتبلاي باي 2. 2 باي 2 إيكوالز 4. اطلع على النيوميريتور بتاعك 1 ملتبلاي باي 2 إيكوالز 2. الكلام ده بلس 2 and 1 over 4. أنا بكمل السؤال بتاعي اهو، بص زبطتها إزاي. طب إيكوال بقى فراكشن بلس فراكشن هول بلس هول. الفور نزلت في الدينومينيتور، 2 بلس 1 يبقى 3. روح اجمع الهول، 3 بلس 2 5. تمام؟ يبقى طلع قدامك 5 and 3 over 4. وبكده احنا خلصنا السؤال الاول في الشيت بتاعنا. تمام؟ ننزل على السؤال التاني، بيقول لك answer the following problems. طيب بترا lives 3 over 4 kilometers from school، هو ساكن
على بعد مسافة 3 over 4 kilometers from school. تمام؟ بولا lives 1 and 1 over 3 times as far away from school as بترا. خد بالك كده، بولا عايش المسافة بتاعت بترا دي multiplied by، ما هو كتب لك times اهو، ده هو حلها لك times اهو، 1 over a 1 over 3. فبيقول لك how far from school does Bola live، يبقى how far بقى هو عايش على مسافة قد ايه، يبقى انا مطلوب مني ان انا اخد 3 over 4 multiplied by اكررها 1 and 1 over 3، عشان كلمة times اللي قدامك multiplied by 1 and 1 over 3 الكلام ده equals 3 over 4 هتنزل زي ما هي، هي لسه multiply by 1 and 1 over 3 هحولها من mixed ل improper، 1 multiplied by 3 equals 3 plus 1 يبقى أنا عندي 4 over وهنزل 3. متفقين الكلام ده equals؟ تقدر تعمل simplify؟ أقدر. ده أنا يميز، بصي عندي 4 في النيوميريتور و 4 في الدينوميريتور، هعمل divided by 4، ال 4 دي divided by 4 ب 1 وال 4 دي divided by 4 ب 1، وعندي 3 في النيوميريتور و 3 في الدينوميريتور، بصي هيمشوا مع بعض، 3 divided by 3 ب 1 و 3 divided by 3 ب ايه؟ 1. طيب 1 multiplied by 1 equals 1. طب over، انت عارف وانت اصلا بتعمل fraction او انت بتعمل multiply لتو fractions، فانت بتعمل multiply لنيوميريتور by نيوميريتور، denominator by denominator. طب انا عملت multiply 1 by 1 اهو نيوميريتور by نيوميريتور اداني 1. طب لو هتعمل denominator by denominator 1 multiplied by 1 equals 1، محتاج اكتب 1 over 1 وفي الاخر اقول له equals 1، ما هو 1 over 1 ب 1 خلاص كتبناها اهي. 1 ايه يا شباب؟ 1 ايه؟ اليونت بتاعت الستوري بروبلم بتاعتك كيلو متر، 1 ايه؟ كيلو متر. يبقى انت وانت بتحل انت بتقفل الستوري بتاع الستوري بروبلم بتاعتك لاخرها، اوعى تنسى اليونت بتاعت السؤال. متفقين؟ طيب بعد كده بيقول لك بيري هاد 10 اند هاف ال اي ان هيز بوكيت and، بص كلمة and دي، and دي خلاص انا بقيت فاهم معاه ومعاه كمان، كمان and يبقى في بلس اهو في الموضوع، 15 and 3 over 4 اللي ايه in his bank. okay how much money did he have، طب هو هيبقى معاه فلوس قد ايه؟ طيب يبقى what he had، واتفقنا ان احنا هنعمل بلس، يبقى معايا 10 and half plus 15 and 3 over a 4، والكلام ده equal. عايز اجمع 2 mixed numbers اهم، بص على denominators عندي 2 عندي 4، ال 4 multiple لمين؟ لل 2، multiple لل 2 يعني divisible by 2، بيقبل الاسم على 2، يبقى هزبط المكسد نمبر اللي قدامي الاولاني ده، هخلي الدينومينيتور بتاعه 4 زي اللي جنبه. متفقين؟ طيب التن نزل التن، وادي الدينومينيتور 4، التو حصل لها ايه عشان تبقى 4؟ حصل لها ملتبلاي باي 2، اطلع على ال 1، 1 باي 2 ايكوالز 2 بلس معايا 15 اند 3 اوفر 4، الكلام ده ايكوال. اجمع لي يلا فراكشن بلس فراكشن، ال 4 نزلت اهي في الدينومينيتور، وبعد كده 2 بلس 3 يعني 5، طب 10 بلس 15 يعني 25، طب انا معايا 25 اند 5 اوفر 4، ينفع اسيبها له بالمنظر ده؟ مش هينفع، مش هينفع 25 و5 over 4 دي، يبقى 5 over 4 دي هبدأ أحولها الأول لإيه؟ لميكس. تفكر كده ال5 over 4 دي يعني إيه؟ يميز 5 over 4 يعني 4 over 4 plus 1 over 4، 4 over 4 دي يعني 1 whole and 1 over 4، تمام؟ 5 over 4 يعني 4 over 4 plus 1 over 4، ال4 over 4 يعني 1 whole، تمام؟ ال1 هول ده هزوده على ال25، 1 بلس 25 يعني 26، ومعايا 1 اوفر 4 اهو. طبعا الكلام ده ايه؟ اليونت بتاعتك اللي ايه؟ انا شغال على ايه؟ على يونت اللي ايه؟ ماني. متفقين؟ السؤال اللي بعده هنا بيقول لك choose the correct answer from these ones. طيب by using the fraction tiles the sum of 1 over 3 plus 1 over 4 equals e. خد بالك من حاجة بقى عايزة اقولها لك،
في سؤال الكمبليت وسؤال اللي تشوز كمبليت وتشوز انت بتتحاسب على الحاجة اللي انت بتكتبها وبس، ما فيهاش خطوات حاسبك عليها. يعني هنا تشوز وهو بيقول لك استخدم لي طريقة كذا، يا عم طريقة ايه؟ انا هاخد 1 over 3 plus 1 over 4 وهزبطها دلوقتي وحلها. واضحة الفكرة؟ لكن مش لازم ألزمك باستراتيجية معينة تحللي بيها في الكمبليت واللي تشوز. في اللي تشوز انا هحاسبك على الاختيار اللي انت اخترته، في الكمبليت انا هحاسبك على الكلمة او النمبر اللي انت هتكتبه بس، يهمني ان اختيارك يكون صح. اما الطريقة اللي انت حليت بيها دي مش فارقة معايا. واضحة؟ طيب 1 over 3 plus 1 over 4 يبقى هزبطهم، انا عندي denominator ايه 3 و 4 ال LCM بتاعهم 12، يبقى السؤال ده كأنه بيقولك اديني حطيت 12 في الدينومينيتور، 3 تبقى 12 ازاي؟ حصل لها multiply by 4، روح لل 1، 1 multiply by 4 ب 4 بلس، وادي 12 في الدينومينيتور، ال 4 بقت 12، حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 3، روح لل 1، 1 multiply by 3 ب 3، وكأن السؤال بتاعك 4 over 12 plus 3 over 12 equals ايه؟ 12 نزلت اهو في الدينومينيتور، 4 plus 3 يعني 7، 7 over 12 اهي. متفقين؟ طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لك the mixed number 3 and 1 over 4 can be regrouped as، لو هتعمل له regroup هتعمل له regroup ازاي؟ بص كده 3 and 1 over 4 هروح افكر في 3 دي انها 2 plus 1، 3 يعني 2 plus ايه 1، وادي equal، شايف ال 2 دي؟ هكتبها زي ما هي كده. اما ال 1 هفكر فيها انها 4 over 4، 4 over 4. ليه اخترت الدينومينيتور 4؟ عشان انا عندي دينومينيتور 4 اهوت في السؤال بتاعي، بعد كده هاخد ال 4 over 4 دي واجمعها مع ال 1 over 4، 4 over 4 plus 1 over 4 يعني 5 over 4. انا كده عملت regroup، انا كده عملت regroup، يبقى 3 and 1 over 4 equals 2 and 5 over 4. تعال نروح نعلم عليها 2 and 5 over 4 اهي 2 and 5 over 4. طيب بعد كده بيقول لك which of the following is equivalent to 4 over 5. لما تسمع كلمة equivalent to يعني equal، equivalent يعني equal، مين من الفراكشنز اللي قدامك دي equals 4 over 5؟ طب تعال نبص، ال 4 بقيت امتى؟ لو حصل لها multiply by 2، زي ما اعمل لل 4 multiply by 2 لازم انزل اعمل لل 5 multiply by 2، 5 by 2 equals 10، هو كاتب لي 20 يبقى الكلام ده غلط. اللي بعده ال 4 تبقى 10؟ لا ما ينفعش دي ال 4 تبقى 10 يا ميس، ازاي؟ مش هعرف اخلي ال 4 10. طيب هنا هو تعالى كده نحول 1 and 1 over 5 ل من mixed number ل improper fraction، 1 multiplied by 5 ب 5 plus 1 يعني 6 over 5، ها ال 4 تبقى 6 وال 5 هتفضل 5، الكلام ده غلط خالص. طيب ال 4 تبقى 16 ازاي؟ يعني حصل لها multiply by 4، 4 by 4 equals 16. طب جرب مع ال 5، 5 multiplied by 4 equals 20، يبقى 4 over 5 equals 16 over 20 equivalent يعني equal، equivalent يعني ايه؟ يعني equal. متفقين؟ طيب بعد كده هنا بيقول لك answer the following. طيب يوسف's dad said he will give him 7 and half LE if he works 1 hour، يعني لو يوسف اشتغل 1 hour بابا هيديله 7 and half LE، تمام؟ طيب how much will he give him for 3 hours and 15 minutes؟ طب لو هو قاعد يشتغل 3 hours and 15 minutes بابا هيديله فلوس قد ايه؟ طب خد بالك كده 3 hours and 15 minutes ديت انا لازم احولها كلها ل hours. بص كده انا معايا 3 hours 15 minutes، ما انا لازم ابقى عارف الفراكشن او الميكسد نمبر اللي انا محتاجة اكتبه هنا هو ايه. انا عارف ان ال 1 hour ب 7 and half، تمام؟ طب لما يكون 3 hours 15 minutes، طب 3 hour انا ما عنديش فيها مشكلة، انا مشكلتي كلها في كلمة 15 minutes،
انا محتاج اعرف 15 minutes equals ايه من الاورز، الفراكشن بتاعتها قد ايه. في ناس طبعا ما شاء الله عليهم اصلا عارفين ان ربع ساعة يمس يعني 15 minutes، يعني ربع ساعة 15 دقيقة، ف 1 over 4 hour equals 15 minutes. برافو، الناس دي ممتازة. طب والناس اللي مش عارفة تحلها ازاي؟ بص كده، اللي مش عارف، انا عايز اعرف 15 minutes equals ايه من الاورز، بحول من يونت صغيرة ليونت كبيرة، يبقى المفروض ان انا هاخد ال 15 divided by، وانت بتحول من minute لأورد يبقى divided by 60. ابدأ اعمل simplify، ابدأ اختصر. 15 divided by 15 equals 1 و 60 divided by 15 equals 4، فهيطلع لك 1 over 4. انا عايزك تبقى فاهم انت بتجيب ازاي الفراكشنز بتاعتك، تمام؟ يبقى وانت بتحول من minute لأور انت بتعمل divided by 60، وبعد كده اخدت ال 15 over 60 وعملت simplify، فطلع لي ان ال 15 minutes دي equals 1 over 4 hour. 1 over 4 ايه؟ hour. يبقى معنى السؤال ان يوسف هيشتغل 3 hours and 1 over 4. بص، شلت كلمة 15 minutes وحطيت 1 over 4، تمام؟ واحنا محتاجين نعرف how much will he give him for 3 hours and 15 minutes. يبقى what he will give him، اللي هيديهوله بقى، give him الفلوس اللي بابا ايه هيديهاله، equals 7 and half multiplied by 3 and 1 over 4. 3 and 1 over 4 ودي equal معايا ايه؟ معايا multiply لـ 2 mixed numbers، هحولهم الأول لـ improper fractions. 7 multiplied by 2 14 plus 1 يبقى معايا 15 over 2 multiplied by 3 by 4 12 plus 1 يبقى 13 over، وهحط في الدينومينيتور بتاعي إيه؟ 4 بالمنظر ده. طيب شايف أي common numbers أو common factors between the numerator والdenominator تقدر تعمل simplify؟ لا مس، انا مش شايف اي common factors، انا مش شايف، يبقى الكلام ده equal، وهبدأ اخد numerator by numerator denominator by denominator. طيب 2 by 4 equals 8، 2 by 4 equals 8، تعال ناخد بقى 15 multiplied by 13 ونشوف equals ايه. ادي 15 multiplied by 13. 3 by 5 15، 5 and carry 1 up. 3 by 1 equals 3 plus 1 4، اجري حط زيرو هنا قبل ما تروح تشتغل مع الوان، واشطب على الوان اللي انت كنت عامل لها كاري اب. يلا 1 multiplied by 5 1 by 1 ب 1 اعمل بلس 5 بلس 0 5 4 بلس 5 9، وادي الوان نزلت، يبقى طلع قدامي ايه 195. هروح اكتبها في النيوميريتور اهو 195. مسألة محترمة، مسألة محترمة، فيها خطوات كتير، يعني فيها خطوات كتير، بس لو انت فاهم مستحيل تقف قدامك 195 over 8 زي ما انت شايف كده. بس النمبر اللي قدامي دوت ايه؟ ده improper fraction، عشان انت جدع هتحول من improper fraction لmixed number، لازم تكمل خطواتك للاخر، خليك جدع، اوكي؟ طيب نحوله ازاي؟ هنعمل long division اهو. يبقى انا هاخد 195 divided by ال 8 خلاص، وابدأ اشتغل معايا. طيب خطواتي الثابتة divide multiply minus bring down، وانا مش محتاجة اروح اجهز time table هنا لل 8، هنقدر نحسبها mentally، اوكي؟ طيب وانت بتشتغل اللونج ديفيجن بتاعك بتشتغله from the left to the right. طبعا 1 divided by ال 8 مش هينفع، ال 1 اصغر من ال 8، فهبدأ اخد ال 9 تساعد ال 1، تساعد ال 1، تمام؟ بقى معايا 19 divided by 8. 19 يمس divided by 8 equals 2، عشان 2 بص كده multiplied by 8 بـ 16، يبقى انا عملت اهو خطوتين قدامك، خدت 19 divided by 8 قلت لك equals 2، بعدين عملت multiply 2 multiplied by 8 بايه؟ بـ 16، الدور على minus. 19 minus 16 equals 3، متفقين؟ 19 minus 16 equals 3 bring down لمين؟ لل 5. بقى معاك 35 divided by 8. ابدأ راجع التايم تيبل كده بتاع 8،
يا ميس 4 multiplied by 8 equals 32. 4 by 8 ب 32 هكتب له 4 اهو، يبقى 35 divided by 8 equals 4. اعمل multiply الخطوة اللي تدور عليها، 4 by 8 equals 32 تدور على minus اهو، 35 minus 32 الكلام ده equals 3. عندك اي numbers تانية تعمل لها bring down؟ لا ما عنديش. يبقى السؤال بتاعك خلص، اتأكد ان الريميندر بتاعك اصغر من الديفايزر، 3 اصغر من ال 8 اصغر، يبقى انت شغال وبتحل صح، انت واد جدع. خلاص طيب، يبقى الكلام ده equals ايه بقى في الاخر؟ اكتب له ايه؟ 195 divided by 8 equals ايه؟ شايف ال 24 اللي فوق دي؟ ده الكوشنت بتاعك، يبقى 24. شدلي بقى اللاين كده بتاع الفراكشن بتاعتك، شايف الريميندر؟ اه هكتبه هنا في النيوميريتور. وشايف الديفايزر بتاعك؟ اه هكتبه في الدينومينيتور. يبقى 24 and 3 over 8. يبقى الولد هياخد الفلوس دي لما يشتغل الوقت اللي هو سألك عليه. تعال نروح نكتبها له. يبقى الكلام ده equals 24 and 3 over 8. متفقين؟ 24 and 3 over 8. طبعا ما تنساش اليونت بتاعتك، انت بتحل ستوري بروبلم. يبقى الكلام دوت انا بجيب فلوس، يبقى الكلام ده ال E. واضحة الفكرة؟ السؤال الأخير معنا في الشيت يا شباب، بيقول لكم write two different multiplication expressions that have the same product. same product، ركز في الجملة دي، is 12 over 13 multiplied by 16. هو عايز منك بس two multiplication expressions، وعايز منك اتنين بس، احنا هنكتب له اكتر من اتنين. ركز بقى ايه معايا، انا اخدت اهوت السؤال طلعته بره، 12 over 13 multiplied by 16. اوكي، اول حاجه هتفكر فيها، اول حاجه هفكر فيها وانا عايز اكتب expressions have the same product، يطلعوا لي نفس الناتج للفراكشن multiplied by whole number اللي قدامي ده. ان انا بص كده، شايف ال 12 وشايف ال 16 هعمل commutative property، هبدل اماكنهم. يبقى انا هاخد 16 over 13 multiplied by 12، ادي اول expression، بدلت الايه؟ الاماكن. متفقين؟ طب ناخد السؤال تاني اهو، 12 over 13 multiplied by 16، ده اول expression كتبناه. عد هنكتب كام expression دلوقتي. ايه رأيك لو انت فكرت في 12 دي انها 2 multiplied by 6؟ متفقين؟ طيب انا هاخد ال 6 وهكتبه over 13، 6 over 13 multiplied by، يبقى لازم اخد ال 2 اعمل لها multiply by ايه؟ ال 16. 2 multiplied by 16 يعني 32. وادي تاني expression have the same product. طب من نفس المنظر اللي انا عامله ده اقدر اخد، انا الاول مرة الاولانية كتبت ال 6 over ايه؟ ال 13. المرة دي هكتب ال 2 هي اللي over ال 13. بص 2 over 13، 2 over 13 اهي multiplied by، يبقى المرة دي لازم اخد 6 multiplied by 16. 6 by 6 ب 36، 6 and carry up 3، 6 by 1 equals 6 plus 3 يبقى 9، يبقى 2 over 13 multiplied by 96. وادي expression تالت. هكتب السؤال تاني، بص كده 12 over 13 multiplied by 16. في المرة دي فكرت في 12 انها 2 multiplied by 6، ينفع تفكر في 12 دي انها 3 multiplied by 4، 3 by 4، وتاخد ال 3 over 13، 3 over 13 multiply by، تاخد ال 4 multiply by 16 وتشوف الناتج بتاعك ايه، او تاخد ال 4 over 13، 4 over 13 اهو تمام، وتعمل ال 3 multiply by 16 وتشوف هيدي لك ايه. طيب وكمان منظر اهو ممكن تحل بيه، انا معايا 12 over 13 multiply by 16. انت ممكن اصلا اللي احنا كنا بنعمله مع ال 12 ان انت تفكر فيها 2 multiply by 6 او 3 multiply by 4، نبدأ نعمله مع ال 16. نبدأ نعمله مع مين؟ مع ال 16. يعني تفكر في ال 16 مثلا انها 2 multiply by 8، 2 by 8 ب 16، هتاخد ال 2 دي تعمل لها multiply في ال 12، 2 by 12
24 over 13 multiply by معايا ايه تهو؟ بص كده وادي expression كمان. ممكن العكس تاخد ال 8 multiply by 12 وتشوف هيدي لك ايه. وبعدين اهو بص كده 8 by 12 8 by 2 ب16 6 and carry 1 8 by 1 ب8 plus 1 ب9 over 13 multiply by هنزل ال 2. ادي اكسبريشن كمان نمبر 5. ممكن تفكر في ال 16 دي انها 4 multiply by 4. يعني انا معايا 12 over 13 multiply by 16. بص انا عمالة اكتب لك اكسبريشنز كلها. كل الاكسبريشنز اللي انا عمالة اكتبها قدامك دي have the same product as 12 over 13 multiplied by 16. هفكر في ال 16 دي انها 4 multiplied by 4. 4 by 4. وهاخد 4 multiplied by 12. 4 by 12 equals 48 over 13. ونزل لي بقى multiply by 4 التانية. وادي اكسبريشن كمان. هو عايز منك بس 2 expressions. لحد دلوقتي انا كتبت فعلا 6 expressions. ده غير اللي انا قلته لك شفوي. غير اللي انا قلته لك وانا بشرح. انت متخيل تقدر تعمل expressions قد ايه؟ have the same product as the given expression زي الاكسبريشن اللي هو بيديهولك في السؤال. الكلام دوت لازم تمسك ورقة وقلم وتقعد وتشتغل كده. يعني السؤال ده اتمنى تنقلوه بره وتقعدوا تعملوا زي ما انا عملت كده وتبدأوا تفكروا وتقول انا هفكر مرة 12 2 by 6 واخد 2 over 13 واخد 6 multiplied by 16. اتمنى تعملوا كده. وهاخد مرة تانية 6 over 13 وساعتها هروح اعمل 2 multiplied by 16 بإيدك وبالورقة وبالقلم. متفقين؟ الماث لازم يتذاكر بورقة وقلم حتى لو انت فاهم. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو تشجعوني بأكمل معاكم. لايك وشير يا شباب عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.